ومن أحسن قولا يعني بنبقى في البيت عنده وتشوف كيف الطارق ويقعد بقى وكان دمه خفيف جدا وكان يقعد بقى يعمل فينا حاجات مضحكة يعني الله يرحمه ويحسن إليه. حضرني من أيام ما كنت في الناشئين الأهاليين لما جالي الاحتراف بتاعي كان مساند جدا في حاجات بفتكرها له طبعا لما رجعت الأهلي الفترة بعديها كان مساند جدا فهو يعني موقف زي ما تنساهوش كده لينا موقف اللي ما تنساهوش حاجات كتيرة الحقيقة يعني يمكن كان بيتكلم معانا واحنا في الناشئين كان بيعمل اجتماعات معانا كلعيبة صغيرة وحتى لما طلعت الفريق الأول كان بيعمل اجتماعات اللعيبه بيتكلم ان احنا مش بنلعب في نادي مجرد الكوره بس وبنعمل حاجه نحبها احنا علينا مسؤوليه كبيره اي حد بيلعب في نادي الاهلي عليه مسؤوليه كبيره دي واحده بس